يقول السائل: لدي تسجيلات إسلامية وأقوم بتشغيل صوت القرآن عبر مكبرات الصوت، فيسمع القرآن من بداخل المحل ومن هم في الشارع. فجاءني شخص يقول إن عدم متابعة القراءة فيه امتهان للقرآن، فيجب عدم تشغيله، فما هو الحكم يا فضيلة الشيخ؟ جعل القرآن من أجل الدعاية، من أجل الدعاية للمحل، يجون الناس ويشرون لسمعوه، هذا لا يجوز. أن يجعل القرآن للدعاية ما يجوز، يجعل القرآن صوت القرآن للدعاية لأجل جذب الناس للمحل، هذا أمر لا يجوز وفيه امتهان للقرآن. نعم.